لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. دليلة مصدق تفجرها أكدت عرض وهيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية ما يعرف بالتهم العلام للدولة المحامية دليلة مصدق أنا وزارة الداخلية ورئيسها الأسبق توفيق شرف الدين فبرك ملف القضية وهو من اختار الضحايا وقام بكستينج الملف وأوهم الدولة بوجود تأمر ضدها. وقالت دليلة مصدق في تصريح لإذاعة شمس اف ام أن توفيق شرف الدين ورط الدولة التونسية على المستوى الداخلي والخارجي، وأوضحت أنه قام بإقحام بعثات دبلوماسية في تونس ودول صديقة في القضية، وانتقدت بشدة تهمة التخابر مع أجنبي، وبيانت أن توفيق شرف الدين دخل البلاد في أزمة دبلوماسية مشيرة إلى أن الطرف الأوروبي سيواجه أسئلة للدولة التونسية في هذا الخصوص وسيطالب بالرد، واعتبرت ما قام به توفيق شرف الدين ضربا من الجنون والتلاعب بالدولة، مستغربة إقحام سفراء أو ممثلي بعثات دبلوماسية في الموضوع، حيث قالت أن توفيق شرف الدين هو من أدخل الدولة التونسية في هذه القضية الكبرى وقام بإبهام الدولة التونسية بالتهم على أمن الدولة.